مرحبا. أول شيء كل عام وأنتم بخير، خلصت السنة إن شاء الله تكون سنة خير عليكم، إذا ما كانت سنة خير عليكم إن شاء الله اللي بعدها تكون منيحة. نحن بهي الفيديو اللي هو آخر فيديو من سلسلة مراجعة 2023 اللي عملته إنه رح أخذ كل اللي قيمتهم بالفيديوهات السابقة السبعة اللي راحوا، كل اللي قيمتهم ححطهم بلستة واحدة اللي هي هاي حطيتها هون فيها 38 لعبة. هدول اللي أنا لقيتهم لعب ألعاب كتير جيدة وحنقيمهم سوا. هي أول مرة رح أقيم الألعاب بهي الطريقة، عادة بعمل خياراتي على هيك بفكر بقعد بفكر بقعد بفكر، بس لا هالمرة رح أستعمل هذا الشيء. هذا الشيء هو موقع اسمه Pub Meeple، بتروح عليه بعدين بتقول Ranking Engine، بتحط فيه لستة بعدين بتصير بقيم لك الأشياء على حسب أنت، حيسألك كم سؤال ومنه بيطلع لك نتيجة أنه الشيء اللي أعلى وأنه الشيء اللي أقل. هلأ 38، بس إذا عديتوا الفيديوهات بالفيديوهات كم واحدة حيطلع؟ 41 الأيز. ليش 41 صاروا 38؟ لأنه شلت اللي هنن الريماستر، شلت Resident Evil 4، شلت Dead Space، وشلت Fero New Era، لأنه هدول ثلاث ألعاب هن الريماستر لألعاب إدمع. ففعلياً أني حطهم بالقائمة هون يقيمهم ألعاب طلعوا بـ 2023 مو عدل. في أشياء كلاسيكيات بتجي بتقول أوكي كذا كذا، حتخرب اللست. أوكي، هن الألعاب هدول طلعوا بعصرهم وعملنا هلأ ريماستر مشان نوديهم العصر الحديث، بس مو معناتها طلعوا هاي السنة مشان هيك شلتهم برا. أما هلأ حنمسك 38 هدول. طبعا هون اللستة هون ورا هاي، بس حاطت هذا بشكل مشان نظافة الصورة شوي. وراح أعمل نبلش الرانكينج بكل بساطة. اللي حيصير كالتالي، راح نعمل طبعا هون عم اللي بدنا حيسألني 111 سؤال، حيسألني بكل بساطة هنا 111 مرة، حيسألني بتحب هاي اللعبة أكتر ولا هاي، أنه بالنسبة لك لقيت لعبة أفضل. أوكي، فإذا بتتذكروا عملنا الفيديوهات وحكينا وكذا، وهلأ حشوف أنا واحدة من هدول التنتين هي بالنسبة إلي اللعبة الأفضل. طبعا حيسألني هاي ضد هاي، هاي ضد هاي، هاي ضد هاي، وبالأخير حيقول لي أوكي حسب الألغوريثم أو حسب المعادلة هاي الجيم أوف ذا يير تبعك، بعدين هاي رقم 2 3 4 وهكذا. طيب خلينا نبلش مشان ما نضيع وقت. Planet of Lana أو Paper Planet. Planet of طبعا للأسف صعب إني حط صور، ما في هذا الشيء لسه بهذا الموقع. إذا كنت عم تعمل بورد جيم بيعطيك، أما لأنه في عنده داتا بيس تبع البورد جيم، بس الفيديو جيمز لسه. طيب بالنسبة إلي، هل كانت Planet of Lana ولا Paper Planet أحلى؟ طبعا هلأ يا حأكبس على الكيبورد يسار يا يمين، راح أقول لا، أنا بالنسبة إلي كانت Planet of Lana لعبة أحلى من Paper Planet. تمام، فأنا هلأ اخترت، ممكن كمان اختار بالماوس إذا بدي أعمل هيك، بس حيكون أسرع إذا بالكيبورد أو الماوس. أوكي، بالكيبورد أسرع من الماوس لأنه يمين يسار يمين يسار. طيب في عندك The Last Spell ولا Shard Punk؟ أنا واحدة منهم كانت لعبة أفضل، أنا حقول The Last Spell. هنطلع علي بعدها. كوكون ولا وايلد فروست؟ حقول كوكون. تمام، هوكورتس ليجاسي ولا سانابي؟ لا حقول هذا صعب شوي، خلينا نقول لا هوكورتس ليجاسي كان مشغول عليها أكتر. تمام، سانابي حلوة بس هوكورتس ليجاسي أحلى. Against the Storm ولا Dave the Diver؟ هون بقى بلشنا نبلش. Dave the Diver كانت أحلى من هذيك. Age of Wonders 4 ولا Dune Spice Wars؟ Age of Wonders 4. Luck Be a Landlord ولا Robocop Rogue City؟ Robocop أكيد. Time Wasters ولا Dredge؟ رح أقول Dredge، هي لعبة أفضل. Bone Razor Minions ولا Storyteller؟ حقول Bone Razor Minions. إذا ما لكم عارفين شو هدول الألعاب فيكم تشوفوا المراجعات اللي عملتها، أو إذا حابين تشوفوا ممكن تشوفوا مراجعة 2023، حيكونوا كلهم مذكورين هوني. أوكي، Planet of Lana ولا Jagged Alliance 3؟ لا Jagged Alliance 3 لعبة أفضل. Alien Dark Descent ولا Alan Wake 2؟ Alan Wake 2. أوكي، The Last Spell ولا Tyrannel؟ The Last Spell. Tyrannel ولا Shard Punk؟ حقول Tyrannel أحلى. Viewfinder ولا Shadow Gambit؟ حقول Shadow Gambit أحلى. كوكون ولا Trepang Square؟ هي Trepang Square بس هي حطينا 2 هون، صعب يحط السكوير بالتكست. حقول كوكون أحلى. Trepang ولا Wild Frost؟ حقول Trepang أحلى. Killer Frequency ولا World World؟ World World أحلى. Nine Years of Shadows ولا Death Row Tournament؟ Nine Years of Shadows أحلى منها. Bolt Gun ولا Islands of the Caliph؟ Bolt Gun أكيد.
هوجورتس ليجاسي ولا بونش كلاب 2 فاست فورورد؟ هوجورتس ليجاسي. سنابي ولا بونش كلاب فاست فورورد؟ سنابي. بروتيتو ولا استريا؟ بروتيتو. شايفين هيك؟ هلا هذا هاي هي الفكره. هلا حنبلش طبعا قيمهم ونظبط. خليني اعمل شغله بس مشان احسن لكم الفيديو شوي. ثواني. اوكي هاي حركت شوي الصوره مشان يبين. شايفين هذا الخط الاحمر اللي فوق؟ هذا هو قديش مشينا فيها. اوكي امنيجيا ذا بانكر ولا ديف ذا دايفر؟ انو جيم احلى؟ هذا عن جد سؤال صعب. انا حقول ديف ذا دايفر. هون حقول امنيجيا ذا بانكر احلى من اجينست ذا ستورم. بالدرز جيت ولا تشانس اوف سينر؟ بالدرز جيت. ايج اوف وندرز ولا لايكا؟ هاي تبع الموتورات. ايج اوف وندرز احلى. دون سبايس وور ولا لايكا؟ دون سبايس وورز. بالنسبه لي درج ولا روبوكاب؟ روبوكاب احلى. لك بي لاندلورد ولا درج؟ درج. تايم ويسترز ولا لك بي لاندلورد؟ حنقول لك بي لاندلورد احلى. جاكد الاينس ولا بون ريزر مينيونز؟ جاكد الاينس. بلانيتا فلانا ولا بون ريزر مينيونز؟ بون ريزر مينيونز احلى. شايفين؟ فهذا هيك حيضل يسالني. شوفوا هلا عم نمشي فيهم. ستوري تيلر ولا بلانيتا فلانا؟ حنقول بلانيتا فلانا. بيبر بلانيت ولا ستوري تيلر؟ بيبر بلانيت احلى. ذا لاست سبيل ولا الان ويك 2؟ يا حبيبي لا ذا لاست سبيل احلى. تيرانيل ولا الان ويك 2؟ الان ويك 2. ايليينز دارك ديسنت ولا تيرانيل؟ ايليينز دارك ديسنت احلى. كوكون ولا شادو جامبت؟ شادو جامبت احسن. فيو فايندر ولا كوكون؟ حيسالني هدول الاسئله حيضل يسالني هيك ليقرر شو الاحسن شيء. فيو فايندر احلى من كوكون. معنه اثنيناتهم بفوتوا المخ بالحيط. شايفين؟ نانيز اوف شادوز ولا ويل وولد؟ اظن ويل وولد احلى بس نانيز اوف شادوز احلى من كيلر فريكوينسي. كيلر فريكوينسي احلى من داث رودز. هوجورتس ليجاسي ولا بولد جان؟ انا واحد بفضل العب اذا كانوا اثنين قدامي. انا بقول بولد جان احلى من هذيك. هوجورتس ليجاسي احلى من ايلاندز اوف ذا كالف. سنابي احلى من ايلاندز اوف ذا كالف. وبانش كلاب احسن من ايلاندز اوف ذا كالف. هذا لا يعني انه ايلاندز اوف ذا كالف سيئه ولا ما كانت وصلت لهون اصلا. ديف ذا دايفر ولا بروتيتو؟ ديف ذا دايفر. امنيجيا ذا بانكر ولا بروتيتو؟ امنيجيا. جنس ستورم ولا بروتيتو؟ بروتيتو. مع انه اجنس ستورم لعبه مختلفه اوكي يعني بس هذا هيك التقييم. استريا ولا اجنس ستورم احلى. ايج اوف وندرز ولا بولدرز جيت 3؟ بولدرز جيت 3. تشانس اوف سينار ولا ايج اوف وندرز؟ ايج اوف وندرز. دون سبايس وورز ولا تشانس اوف سينار؟ دون سبايس وورز. سبايس وورز. لايكا ولا تشانس؟ تشانس. تشانس هي اللي بيعمل فيها بدك تترجم. اوكي جاكد الاينس ولا روبوكاب؟ جاكد الاينس. بون ريزر مينيوم ولا روبوكاب؟ روبوكاب. اوكي هلا نقول درج احلى. بون ريزر احلى. بلانيتا فلانا احلى مع انه قصيره بس بلاك بي لاندلورد بتطول اكثر بس هذيك احلى. بيبر بلانيت لا لاك بي لاندلورد احلى من بيبر بلانيت. تايم ويسترز ولا بيبر بلانيت؟ تايم ويسترز. هذول التنتين. لاست سبيل ولا شادو جامبت؟ لاست سبيل. الان ويك 2 ولا شادو جامبت؟ الان ويك 2. ايليينز ولا شادو جامبت؟ او جاد. ايليينز. تيرانيل ولا شادو جامبت؟ احلى من تيرانيل. فيو فاندر ولا تيرانيل؟ لعبتين مختلفتين تماما بس هو عم يقول لي انه اذا عندك هي ولا هي انا وحده بتلعب. انا بقول بلعب فيو فاندر. فيو فاندر لعبه اقوى. كوكون ولا تيرانيل؟ كوكون. تيربانج ولا تيرانيل؟ تيرانيل. شارت بانك ولا تيربانج؟ شارت بانك لاني انا بحب الاستراتيجي الصراحه. وول وولد ولا بولد جان؟ طيب لا بولد جان احلى. هوجورتس ليجاسي ولا وول وولد؟ هوجورتس ليجاسي. سنابي ولا وول وولد؟ وول وولد بالنسبه لي كانت احلى. نانيز اوف شادو ولا سنابي؟ سنابي اكيد. بانش كلوب 2 اكيد. ايلاندز اوف ذا كاليف لا نانيز احلى. كيلر فريكونسي ولا كالنز ذا كالف؟ مين احلى؟ نقول كيلر فريكونسي افضل. ديث رودز ولا ايلاندز ذا ديث رودز؟ حلو. بولدرز جيت ولا ديف ذا دايفر؟ شوفوا هلا بلش يسالني اسئله صعبه. انا بقول بولدرز جيت احسن من ديف ذا دايفر وايج اوف وندرز احسن من ديف ذا دايفر بس ديف ذا دايفر احسن من دون سبايس وورز. اوكي هذول التنتين. امنيجيا سبايس وورز.
تشانس ولا بروتيتو؟ تشانس. بروتيتو لعبة حلوة بس بلا مخ، واللي هو مو شيء غلط. بروتيتو ولا لايكا؟ بروتيتو. against the storm أحلى من لايكا. أستريا ولا لايكا؟ أستريا هي تبع الزهر تلعب بالنرد. هنروح على أستريا ولا لايكا؟ أستريا. طبعا مثل ما قلت لكم إذا اللعبة تبعكم موجودة فأنا آسف، هي قائمة تبعي أنا وفي ألعاب ما لحقت ألعبها أصلا، فكان ممكن اللعبة القائمة هي تكون غير يعني، أو مو غير، يكون فيها كمان إضافات زيادة. على كل مو قضية يعني، بالأخير هل نحن عم نعملها بشكل عام مراجعة عامة يعني، ما في شيء حيروح علينا بالنهاية. The Last Spell ولا Jagged Alliance؟ Jagged Alliance ولا لا Jagged Alliance أحلى. Robocop ولا Last Spell؟ أظن Last Spell لعبة أفضل. Robocop ولا Alan Wake؟ بدكم الصراحة؟ Alan Wake لعبة جيدة بس Robocop فن أكتر، في تسلي أكتر بكتير. Robocop يعني كأنه لعبة هربانة من الثمانينات، حتى النكت فيها غريبة هيك، ولأني أنا ابن الثمانينات فيعني Robocop. درج ولا Alan Wake؟ Alan Wake. طيب درج ولا Alien Dark Descent؟ Alien ولا درج؟ Alien لعبة أفضل. Shadow Gambit ولا درج؟ أعتقد درج أفضل. Bone Razor ولا Shadow Gambit؟ لا Shadow Gambit. Viewfinder ولا Bone Razor Minions أحلى. Planets of the Lana ولا Viewfinder؟ بقول أنا Viewfinder لعبة أفضل. كوكون ولا Planets of Lana؟ كوكون. Terranil ولا Planets of Lana؟ طبعا دائما مقارنة بين لعبتين. أنا ما تقول ممكن أوكي هذيك المرة لا أنت قيمت هذيك أحسن من هاي وهذيك أحسن من هاي معناتها هذيك أكيد أحسن من هاي. لا لا مو هيك المقارنة بتصير. المقارنة إنه أنا واحدة مستعد تلعب من هدول التنتين أوكي؟ لو هدول التنتين قدامك. Planets of Lana. Lucky Landlord Terranil. Shard Punk أنا لا حقول Lucky Landlord. Time Wasters ولا Shard Punk؟ Shard Punk لعبة أفضل. Trepang 2 ولا Time Wasters؟ Time Wasters. Paper Planet ولا Trepang؟ Paper Planet. Storyteller ولا Trepang؟ Trepang. Wild Frost ولا Storyteller؟ Storyteller كانت بسط فيها أكتر. Bolt Gun ولا Baldur's Gate؟ Baldur's Gate. Age of Wonders 4 ولا Bolt Gun؟ Age of Wonders 4. Dave the Diver ولا Bolt Gun؟ هذا صعب. Dave the Diver. Amnesia the Bunker ولا Bolt Gun؟ Amnesia the Bunker. بلاش يسألني الأسئلة الصعبة. Dune Spice Wars ولا Bolt Gun؟ لا Bolt Gun أحلى من Dune Spice Wars. Hogwarts Legacy ولا Dune Spice Wars؟ أنا بفضل اللي على اليسار. Spice Wars. Chance of Sinar ولا Hogwarts Legacy؟ Hogwarts. Wall World ولا Chance of Sinar؟ Chance of Sinar is better. فيها شيء أحلى من هديك. طيب بروتيتو ولا وول وولد؟ ناخد وول وولد لعبة أفضل. سنابي ولا بروتيتو؟ سنابي. بانش كلب ولا بروتيتو؟ بانش كلب. ناين يوز اف شادوز ولا بروتيتو؟ ناين يوز اف شادوز. كيلر فريكونسي لا بروتيتو. أجينست ذا ستورم ولا لا أجينست ذا ستورم أحسن. أستريا ولا كيلر فريكونسي؟ حنقول يا ساتر أستريا ولا كيلر فريكونسي؟ كيلر فريكونسي عجبتني أكثر. داث رودز ولا أستريا؟ أظن أستريا لعبة أفضل شوي مع أنه داث رودز حلوة الكول. لايكا ولا داث رودز؟ داث رودز. لايكا حلوة بس مشكلتها لايكا أنه الغلطة بدك تموت وبدك تتحكم 700 شغلة، أنا ما عندي هذه القدرة. لايكا أحلى من Islands of the Caliph. Jagged Alliance ولا Baldur's Gate؟ أيوة Baldur's Gate. Age of Wonders ولا Jagged Alliance؟ Age of Wonders. Dave the Diver ولا Jagged Alliance؟ Dave the Diver. Amnesia the Bunker ولا Jagged Alliance؟ Jagged Alliance. Last Spell ولا Amnesia؟ Last Spell. Robocop ولا Amnesia؟ شايفين هلأ بلش يحشر هيك يحط الأشياء اللي حطيتها عالي. Amnesia ولا Robocop؟ أنا واحدة بفضل ألعب Robocop. Alan Wake ولا Amnesia؟ بفضل Amnesia. كلعبتين رعب Amnesia لعبة أحسن. Bolt Gun ولا Alan Wake؟ أظن Alan Wake أفضل. Aliens Dark Descent ولا Bolt Gun؟ لعبتين مختلفتين تمام بس أنا واحدة بفضل ألعب Bolt Gun.
درون سبايس وورلد ولا ايلينز؟ ايلينز افضل. دريدج ولا سبايس وورلد؟ سبايس وورلد. عم احكي سبايس وورلد مثل تبع سبايس جيرلز لانه هيك كان في لهم اسم اسم فيلم. اعملكم انا قديم كتير ترى الشغلات اللي عشت معها. لا هون حناخد دريدج. اوكي شادو جامبت ولا سبايس وورلد؟ وورز حسميها سبايس وورلد. اوكي مش خلاص سبايس وورلد. هوغورتس ولا شادو؟ شادو جامبت احلى من هوغورتس. هوغورتس. ناخد بون والريزر مينيونز. فيو فايندر هوغورتس احلى. هدول التنتين هن اللعبتين لعبة الغاز بس انا حبيت تبع الترجمة اكتر. وولد وولد ولا فيو فايندر احسن من وولد وولد؟ كوكون ولا وولد؟ كوكون. بلانيت اوف لانا ولا الثانية؟ انا بقول بلانيت اوف لانا. تيرانيل ولا وولد؟ وولد وولد احلى من تيرانيل. سنابي احلى من تيرانيل. تيرانيل كتير حلوة ترى انا حبيتها كتير بس فيها شيء خلاني يعني ها كش شوي الموضوع اللي هي الفازل انه في عندك اوبجكتيفز عكس بعض ما كتير حبيت هاي الفكرة. بانش كلاب 2 فاست فورورد. تيرانيل. لك بيا لاندلورد ولا بانش كلاب؟ بانش كلاب لان على اللي فيه قصة. 9 years of shadows ولا لك؟ لا 9 years. بروتيتو ولا لاندلورد؟ بروتيتو ولا لاندلورد؟ هنقول بروتيتو. Against the Storm أحسن. Killer Frequency A. أستريا أكيد. Death Road A. شايفين هذا بلش هون. لا لك أحلى. Short Punk ولا لايكا؟ Short Punk أحسن. Time Wasters ولا لايكا؟ Time Wasters. Paper Planet ولا Paper Planet؟ لايكا أحلى من تربانج. Islands of the Caliphate. لا تربانج. ستوري تيلر ولا ايلاندز؟ ستوري تيلر. وايلد فروست ايلاندز. خلصنا هيك خلصت الليست. طيب خلينا نعمل شغله هلا وهي هي الليست تبعي. الاول بولدرز جيت 3 بعدين ايج اوف وندرز 4 بعدين ديف ذا دايفر هذول التوب 10 بعدين جاك ذا الاينز 3 بعدين ذا لاست سبيل وبعدين روبوكوب. شوفوا هاي التوب 10 لهون هذول شايفين؟ هدول هنن التوب 10. أمنيجيا ذا بانكر ألان ويك 2 رقم 8. وورهامر بولد جون رقم 9. وإليانز رقم 10. طبعا هذا التقييم على حسب تفضيلي للألعاب عن بعض. أوكي؟ ما بقول إنه ولا واحدة من هدول كويسين. الألعاب صايرة شغلة على حسب المود. أوكي؟ على حسب المود على حسب أنت شو جعبالك هلأ. بس هدول الألعاب اللي أنا انبسطت فيهم أكتر شيء. طبعاً هون مثل ما كم شايفين تحت هتلاقي وايلد فروست وآيلاند بكالف ستوري تيلر تربانج هدول إجوا اللي تحت اللي هن عجبوني بس يعني هدول أحلى منهم ماشي. مام هاي لستة العشرة توب. ما بعرف شو رأيكم بهاي الطريقة إذا هاي الطريقة كويسة ولا لا عجبتكم ما عجبتكم خبرونا. مهم هذا هو ححط اللستة كاملة بعد ما زبطناها بالدسكريبشن. شكرا كتير لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا كومنت حطوا لي شو رأيكم. إذا أنت عندك لستة مختلفة حطها بالكومنت كمان خلينا نشوف. ومثل ما قلت لكم حدا عنده طلبات حدا عنده شيء أنا آسف إنه ما عم بقدر جاوب على كل الطلبات بس في بعض الطلبات لألعاب أنا ما بتعجبني في بعض الطلبات لألعاب عندي على اللست بس ناطر مثلا تجي تخفيض أو كذا مالي كتير متحمس ألعبها. لو متحمس ألعبها بلعبها دغري ما حنتصل. هذه الفكرة. مهم شكرا كتير لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. نشوفكم بعدين ونشوفكم أو كل عام وانتم بخير ونراكم السنة القادمة إن شاء الله تكون سنة ممتازة أو على الجميع بكل الأحوال وبكل الأشكال وسلام.